سننقل لكم الآن قصة مجموعة من الشباب يحاولون تطبيق تقنية ستوري ميكر لأول مرة. تابعوا معنا. نحاول أن نقترب منهم لنكتشف أجواء وكواليس إنجاز هذا الروبورتاج. هنا الفريق خوى لي البطري ديال البورتابل وهما يلقاو الحل. ولكن ملي اكسبورتيت لقيت انه دو سين عندي وحده ديال لونطري وحده ديال لا سورتي درتهم طوال وملي في لا ليكتور جاوني ناعسين. بغيت نشوف واحد الامكانيه ديال انني ندير بحال ما هكا ويتقلب ليا، يعني خصنا ببساطه تزاد لا غوطاسيون. هاد الحده ترجع لك بالضبط بحال حيت اول تجربه هادي ما كانش عندنا ما يكفي من الخبره باش اننا نقدروا نتفاهموا بيناتنا بربعه في نفس الوقت. اللي انت اولا الصعوبه ديال التعامل مع تقنيه جديده اللي لا تعرفنا عليها، اضافه انه تحافظ على الكادر بلا ما يدخل فيه واحد من ثلاثه اللي من غيرك انت اللي خدام كياخذ، يعني كاين هذا المشكل هذا تاعو. في الاخير جا انا خديت الصور ماشي كل كيما بغيت، مي عندي واحد البرودوي اللي خدام عليه فيه شي 5 ولا 6 ديال التصاور، وقع لي مشكل ديال ليكسبورطاسيون. شاك فوا كنخدم كندير اكسبورتي كنبغي نقرا الدياباراما ديال التصاور ديالي ما كتخدمليش، شي بلي امبوسيبل دو لي بلا فيديو. وقيلا جو بونس هذا سي تان بلوك كاين في لابليكاسيون حيت هادي لا فيرسيون بيتا ديالها. جو بونس هاد القضيه غادي تحل من بعد، مي شنو نقول لك، يعني راه بهاد الطريقه غادي نضبطو واحد الجانب، يعني هاد لابليكاسيون كيفاش نخدمو بها، ومن جانب اخر نعرفو الصعوبات اللي فيها. يس ثانيتو بقى.